التشكيل اللي هيبدأ بيه فيتوريا عامل ازاي؟ كلمنا ايضا عن يعني كيف استعد اللاعبين لهذه المباراة خصوصا. تمام، طبعا احنا عايزين نقول طبعا هو كان في كلمه لصلاح والفيتوريا الاول ردا على الدعم والمسانده، اكد ان هم هيبذلوا كل الجهد وان هم هيكونوا يعني مش هيوفروا اي جهد عندهم في البطوله ديت، وقالوا ان احنا في البطوله اللي فاتت وصلنا النهائي بس احنا ان شاء الله البطوله دي نكسب البطوله. احنا الحمد لله ما فيش اي اصابات على في قائمه المنتخب، كل اللعيبه جاهزه. فيتوريا من المدربين اللي ما بيغيرش كتير او اللي ما بيعتمدش على المفاجآت كتير، هو طول ما القوام الاساسي عنده جاهز اعتقد ان هو مش هيغير فيه كتير. فبنسبه كبيره هيكون الشناوي، محمد الشناوي في حراسه المرمى، وبنطمن الناس كلها ما فيش اصابات وكله جاهز، يعني ما فيش مرحله تاهيل حتى، يعني الشناوي جاهز، ياسر ابراهيم جاهز، كل الاسماء اللي موجوده في منتخب مصر او القائمه بالكامل ال 27 لاعب جاهزين. اعتقد ان في الدفاع هيكون محمد عبد المنعم، ربما يكون جنبه احمد حجازي او ياسر ابراهيم، احدهما يعني يكون بجوار محمد عبد المنعم. في الجنب اليمين هيبقى عمر كمال عبد الواحد او محمد هاني، دول الاقرب. في الجنب الشمال ايضا محمد حمدي او فتوح. الخط الدفاعي هو اللي ممكن يكون فيه تغييرات كتيره، لان فيتوريا دايما هيركز في المباراه ديت على ماتشات اللي هيلعبها في المجموعه، احنا مجموعتنا معانا موزمبيق ثم هنقابل غانا ثم كاب فيردي او الراس الاخضر. موزمبيق ممكن تكون منتخب انت هنلعب معاه جيم مفتوح وهجومي اكتر، اما غانا هيبقى الجيم متحفظ شويه او بمؤمن دفاعي. اعتقد مدية تنزانيا النهارده هنشوف فيها المدرستين او هنشوف فيها السيناريوهين اللي في راس فيتوريا، هيفكر ازاي وهو بيقابل منتخبات عايز يهاجمها يعمل ايه، وهيفكر ايضا ازاي وهو بيقابل منتخبات بتلجا للدعم او التامين الدفاعي هنعمل فيها. مؤكد طبعا هيكون في نص الملعب النني ومروان او حمدي فتحي موجود، زيزو هيكون برضو من العناصر اللي بيعتمد عليها وبيوظفه بشكل جيد فيتوريا، صلاح في الجنب اليمين طبعا، ومرموش ومصطفى محمد هما الثلاثي الهجومي بنسبه كبيره في تشكيل المنتخب النهارده. ولكن هي وديه مهمه وبروفه اخيره هنشوف فيها اكثر من تفصيله فنيه في راس روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عشان الثلاث مباريات اللي في المجموعات ان شاء الله في البطوله يدرس المنافسين بشكل كويس ويقدر يطبق الحاجات دي في وديه النهارده. طيب استاذ عبد الحميد، اخيرا وسريعا جدا، توقعاتك لنتيجه مباراه منتخبنا الوطني امام تنزانيا؟ هو طبعا بكل المؤشرات الفنيه بتؤكد تفوق المنتخب المصري كامكانيات وكعناصر فرديه على المنتخب التنزاني، ولكن مش عايزين نركز قوي على نتيجه المباراه، هي في الاول وفي الاخر وديه تجريبيه. اعتقد المنتخب ممكن يفوز بفارق هدفين في مباراه اليوم، بس زي ما قلت هي في المقام الاساسي تجربه واستعداد طبعا، لكن برضو ما يمنعش انها بترفع من الروح المعنويه بشكل كبير.